السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع هيساعدك جدا على المذاكرة، أي موضوع أنت عايزه يبدأ يجيبه لك فقرات، وكل فقرة يجيب لك صور ليها وشرح وكل حاجة. تمام، أنت ممكن تكتب اسم الموضوع دوت هنا حتى لو الموضوع مش متخزن عنده، فتقول له مثلا engineering وتقول له مثلا أنا عايز الجزئية ديت، فيبدأ إن هو يحضرها لك، خدها كده كوبي. لكن أنت ممكن تكتب يعني عايز حاجة خاصة مثلا ديب ليرنينج مثلا حاجة زي كده، يبدأ يجهزها لك بالشكل دوت. زي ما انت شايف قسمها لي لمواضيع كتيرة، كل موضوع فيهم تقدر تدوس وتختار وحاطط لك صورة ليها وأجزاء بقى مقسمها لك، بحيث مثلا انت ناوي تذاكر مثلا كيمياء فيقول لك كيمياء تقاسم الفصول ويجيب لك كل فصل فيهم ويحضرها لك ويجيب لك الماتيريال ويجيب لك كل حاجة. فده هيساعدك كتير جدا لو انت عايز تذاكر منهج معين، أو انت محاضر وعايز تحضر مادة علمية كويسة، فده هيساعدك بشكل قوي جدا. جايب لك كل المواضيع اللي بتكون الموضوع الاساسي اللي انت عايزه، مثلا ارت. طب انت عايز انهي جزء من الارت؟ طب انا عايز مثلا النحت الحديث، فيبدا ان هو يجيبه لك بالشكل دوت. فتلاقي مواضيع كتيره جدا ومتقسمه لاجزاء، فتاخدهم بقى ايه موضوع موضوع، وكل واحد فيهم بقى لو ده عاجبك مثلا يفتح لك الصفحه وتبدا ان انت تذاكر منهج، فنظم لك المعلومات اللي موجودة.